بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، ثم تاب الله عليه، ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. من الذين حسبوا؟ حسبوا ألا تكون فتنة، هم الذين أخذ الله عليهم الميثاق في قوله: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. طب هم كذبوا بعض الرسل وقتلوا البعض ليه؟ أم قال لك لأنهم ظنوا، يعني مش علم يقيني بس شيء راجح كده عندهم، رجحهم أن لا تكون فتنة. وما هي الفتنة؟ الفتنة زي ما قلنا الاختبار، والأصل فيها عرض الذهب على النار ليتميز المعدن اللي فيه موش خالص يطلع. يبقى الفتنة هي الاختبار، والاختبار إما أن ينجح الإنسان فيه وإما أن لا ينجح. فهم حسبوا أن دي مش اختبار. ليه؟ للحساب ده جي منين؟ قال لك ما هو النظرية الغلط اللي عندهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، إن النار لا تمسنا إلا أيام معدودات، مدام بس حتة القمة بتاعت عبادة العجل دي، إنما الباقي سهل يعني. لكنهم الحسبان بتاعهم ده صح ولا مش صح؟ مش صح. ليه؟ لأن هو المنهج بس جاي كده ولا المنهج جاي نظام حركة الحياة اللي يعمله المؤمن؟ فكان الأصول إنهم يقولوا لما جه منهج افعل دي وما تفعلش دي، افعل إني أكل شيء بإيه. ومن العجيب إنهم هم حسبوا اللي هم ظنوا يعني، وما حسبوش. يعني كان الأصول ياخدوها في إيه؟ ياخدوها في حسابهم، يعني يعملوا حسيبة. هم ظنوا إنما ما إيه؟ ما حسبوش. يبقى حسبوا وما حسبوا، كان المفروض إنهم يعملوا إيه؟ إنهم يحسبوا. الحساب ده هو اللي بيضمن مثلا صحة الكذا ولذلك كل شيء عند ربنا هيبقى بحساب، حساب لك وعليك. ومن العجيب أنه ساعة يؤاخذك يقول لك لك وعليك، وساعة ما يرزقك يرزقك من غير حساب. اللي يجي منه يبقى من غير حساب، واللي ياخده منك يبقى بحساب. شوف المعاملة بقى. وحسبوا ألا تكون فتنة، يعني ما يكونش فيه اختبار ومش محاسبين عليه وإلى آخره. لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، والشغلة بتاعته. وحسبوا ألا تكون إيه؟ فتنة. دي كنا جالنا خطاب مرة إنه بيقولوا، الخطاب بيقول: كيف تقولون في قواعدكم إن أن بتنصب الإيه؟ الفعل، مع أنني سمعت واحد بيقرأ في الإذاعة وبيقول: وحسبوا ألا تكونوا فتنة. خدوا بالكم من هاي الآية هنا: وحسبوا ألا تكون. نعم، ما فيش معنى ترضي، إنما هو إذا سمع مرة واحد بيقرأ بالقراءات السبعة فقال: حسبوا ألا تكون، ألا تكون يعني مضمومة. يبقى هو اللي مستعجب إزاي دي الفعل المضارع يبقى مضموم بضمة، مع أن قدامه إيه؟ قدامه أن، وأن دي بتعمل إيه؟ بأنه بتنصب. يعني نظرا لأن ثقافته مش إيه؟ مش عربية، وما يعرفش ان دي قراءة ثلاثة من اكابر القراء ابو عمرو وحمزة والكسائي، بيقول: حسبوا ألا تكونوا، ألا تكونوا. إيه اول ما تسمعها صحيح تبقى صعب عليك شوية مثلا، انما لو انه مثلا عارف في اللغة ان ان اللي بتنصب الفعل دي لازم تيجي بعد فعل يدل على العلم واليقين والتبين. نقول له اللي بعد علم ما تنصبش، اللي بعد علم علم
أن سيكون سيكون ولا سيكون؟ علم أن سيكون منكم مرضى. لو كان بقى عارف إن أن إذا جاءت بعد مدة علم أو تيقن أو تبين تبقى مش إيه مش ناصبة، لأن أول قاعدة كده يقول لك إيه وبلان انصبه وكي، بلان انصب الفعل وانصب بإيه بكي أيضا، وأن لا بعد علم، لا بعد إيه علم، والتي من بعد ظن يعني حسب وظن ممكن تنصب وممكن إيه ترفع. فالذي رجح وجود الفعل يرفع، واللي ما قال ده مش متيقن الله ينصب، مفهوم؟ يبقى حسبوا ألا تكونوا، دي قراءة الكسائي وأبو عمرو وحمزة، دي مبنية على إن حسب فيها رجحان، والرجحان ده يقرب من الإيه من اليقين. طب إذا حصلت كده تبقى المسألة إيه؟ اوعى تفتكر إنها أن الناصبة، دي أصلها أن المؤكدة، اسمها أن الإيه ما هيش أن الناصبة. فإياك أن تأتي بعد علم وتقول ان ان اللي موجوده دي ان الناصبه للفعل، دي اصلها مخففه من ان مخففه. وفين اسمها؟ علموا انه اي الحال والشان تكون فتنه، الحال والشان تكون ايه فتنه، وبلن انصبه وكي كذا بان لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحيح واعتقد تخفيفها من ان تبقى مخففه. خلاص يبقى علموا أن سيكون دي بتاعتنا على القاعدة، حسبوا أن سيكون تبقى على القاعدة ولا لا؟ اللي سمعها بقى اسمها إيه؟ بقراءة الكسائي وعمرو أبو حمزة، أبو عمرو وحمزة سمعها بالرفع، نقول له أيوة بالرفع. ليه؟ لأنها بعد حسبة، وحسبة من أفعال الركحان، فالذي يرجح الحدوث يرفع، واللي ما يرجحش الحدوث يبقى ينصب. إنما الاثنين متفقين على كلمة فتنة، أنها بالإيه؟ أنها بالرفع. وحسبوا ألا تكون إيه فتنة. بعدين وقع نقع بقى هنا برضو في صياغة الأسلوب شيء تاني، واحد يقول ألا تكون فتنة، طب ما تكون بترفع الاسم وتنصب مين؟ الخبر. مش تكون دي من كان، ما هي كان بتدخل على المبتدأ والخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طب تكون فتنة، تكون أو تكون ففتنة اسم مين؟ اسم تكون. نقول له انت بسماها اسم تكون؟ طب اسم ان سمتها اسم تكون قول ده اكتفت بمرفوعها، ملهاش خبر، ملهاش ايه؟ ليه يا اخوة ملهاش خبر؟ ام قالك لان دي بسموها كانت تامة، كان الايه التامة، كان التامة. ليه؟ لا في قالك كان النقصة وكانت تامة. ليه يا اخوة نقصة وتامة دي ايه؟ بدنا نعرفها عشان لما تقرأ القرآن، لما تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان فعل ماضي وذو عسرة اسمه، هتقول اسمه، واحد يقول لك وأين الخبر؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى، نقول له هي كان دي مش بمعناها النقصة، ده كان تم. طب تم يعني؟ قال لك بمعناها بوجد، معنى إيه؟ وجد، وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طب بدنا نعرف تم ونقص يعني إيه؟ يقول لك يا أخي ألفاظ اللغة دي اللي أنت بتسمعها كل لفظ تنطق به يدور حول أمرين اثنين، يا لفظ مهمل مش مستعمل في اللغة، يا لفظ مستعمل. أنت لما تقول زيد اللفظ ده مستعمل ولا لا؟ طب وديز مش مستعمل، إنما لفظ ولا مش لفظ؟ إذن فالألفاظ تنقسم قسمين، ألفاظ كل ما يتلفظ به تنقسم إلى قسمين، مستعمل ومهمل. المستعمل يبقى له معنى، المعنى بتاعه ده ساعة ما يجي اللفظ يجي المعنى في الذهن، بس معنى الفهم يستقل به وينتهي ولا معنى لا يستقل به الفهم؟ طب زي إيه كده؟ احنا زي ما قلنا كلمة ارض ساعة ما تسمعها جه معنى في الذهن ولا ما جاش؟ ومستقل بالفهم، والارض هي الكرة اللي احنا عايشين عليها، الشمس هي الكوكب اللي مش عارف، المية هي كذا، النور. اذا اللفظ حين يطلق وله معنى يستقل بالفهم ادي له معنى.
طب قد يكون له معنى إنما غير مستقل بالفهم، تفهم منه معنى عام إنما مش مستقل بالفهم، يبقى لازم له ضميم تاني. طب تقول في كلمة في دي الحرف الجر ده تدل على معنى ولا ما بتدلش؟ لا بتدل على معنى، في يعني شيء في شيء بس ما يستقلش بالفهم. ليه؟ لأنك تقول إيه اللي في إيه؟ إيه اللي في إيه؟ مش كده؟ أقول لك الماء في الكوب، يبقى في لها معنى ولا ما لهاش معنى؟ ظرفية، ظرف، إنما ظرف إيه في إيه؟ مش مستقل بالفهم، يبقى لازم ينضم له حاجة. ده الماء في الكوب، الرجل في الدار، التلميذ في الفصل، تبقى في لوحدها لها معنى ولا لا؟ والسماء لها معنى ولا لا؟ لكن السماء معناها مستقل لأنه انعرف على طول، لكن فيه لها معنى ولكن ليس مستقلا. خلاص؟ طب إن كان له معنى ومستقل بالفهم، نشوف الزمن له دخل فيها ولا ملوش؟ طب لما أقول السماء دي يبقى الزمن له دخل فيها، ماضي ولا فيه سماء ماضي وفيه سماء مضارع وفيه سماء؟ طب أكله؟ الزمن يبقى في الماضي، يأكله كل الله، تبقى أكل تدل على معنى هو مستقل بالفعل، مش كده؟ والزمن جزء منه، يا ماضي يا حاضر يا مستقبل، مش كده؟ لكن سماء دلت على معنى والمعنى مستقل بالفعل، بس الزمن مش جزء منه. طب وفي دلت على معنى إلا أنه غير مستقل بالفعل، بل لا بد من دلالة إيه؟ شيء في شيء. على دلت على الاستعلاء، إنما إيه اللي على إيه؟ الرجل على الفرس، مش كده ولا لا؟ إلى برضو لها معنى وهي الغاية، إنما تقول من كذا إلى، يبقى لازم يبقى فهمنا بقى أن الألفاظ التي ينطق بها الإنسان قسمه، لفظ مهمل ملوش معنى عندنا بنستعمله، ولفظ غير مهمل بل مستعمل. المستعمل كل لفظ مستعمل يدل على معنى، هذا المعنى إما أن يكون غير مستقل بالفهم أو مستقل بالفهم، فإن كان غير مستقل بالفهم وعايز حاجة تانية يبقى ده حرف، اسمه إيه؟ حرف. وإن كان مستقلا بالفهم نقول له هو الزمن جزء منه، يقول لك يبقى فعل، والزمن مش جزء منه يبقى إيه؟ يبقى اسم. خلاص الألفاظ دي عرفناها دلوقتي، عرفناها على الأول. طب مدام الفعل بيدل على معنى ومستقل بالفهم والزمن جزء منه، يبقى معنى زائد زمن ولا لا؟ الفعل بيدل على معنى، أكل دلت على معنى هو العملية دي في زمن مضى، يأكل دلت على معنى هو العملية دي دلوقتي، يأكل سيأكله دلت على معنى بس إمتى؟ الله، يبقى دلت على معنى زائد إيه؟ حلل الفعل إلى عوامله، معنى زائد زمن. طيب لما أقول كان زيد، طب كان إيه بقى بالله؟ إن قلت كان بمعنى وجد يبقى تكلمت عن الوجود العام، تبقى تمة، تبقى إيه؟ تمة، مش عايزة خبر بقى. كان بمعنى إيه؟ وجد، كان زيد يبقى وجد. لكن هل كان زيد مجتهد بتدل على الوجود ولا على الوجود وصفة تانية وهو الاجتهاد؟ يبقى إن أردت بها تم يبقى وجود بس، وإن أردت بها نقصة يبقى وجود زائد حاجة تانية، كان مجتهدا. تبقى لما تقول كان زيد ولا تقولش مجتهدا يبقى الفعل ناقص ولا لا؟ يبقى ناقص، يبقى لازم يعوز خبر. الخبر ده عشان يعمل إيه؟ الخبر عشان يديله الحدث. كان زيد، كان ايه يا اخوي؟ اقول مجتهد، مش كده؟ لكن لما اقول كان زيد يعني وجد، زي فان كان ذو عسرة يعني ان وجد ذو عسرة، يبقى الوجود المطلق اول ما يطرب على اول ما يطرأ على الكائن الوجود. خلاص؟ وبعدين يطرأ مع الوجود صفات، مش كده؟ كان زيد يعني وجد زيد، كان ذو عسرة وجد ذو عسرة، انما الوجود ده له حالات متعددة. كان ايه؟ ابيض، كان ايه؟ اسود، كان مجتهد، كان ذكي، كان غبي، كان فقير، كان فيه حاجات تانية. يبقى ما اول حدث يحدث بالنسبة للكائن الوجود، فان اردت الوجود فقط من غير شيء جديد طارئ يبقى اسمه فعل ايه؟ تام، ما يعس خبر. وان اردت الوجود وشيء اخر مع الوجود
يبقى ده فعل ايه ناقص. تقوم تكمله بايه؟ تكمله بالخبر خلاص. وحسب الا تكون فتنه، اي الا توجد فتنه. يبقى هنا الفعل تم ولا لا؟ يبقى ما يعوزش ايه؟ ما يعوزش خبر. اتفهمت اظن بقى. طيب وحسبوا الا تكون فتنه فاموا وصموا. ما دام حاجه مش اختبار، ويعني ايه اللي يحصل؟ زي الولد اللي بس فيهم من المدرسه، انه بس ابوه وامه بدهم يروح المدرسه طول النهار، يتنهي بعيد عنهم ويقعد، ولا فيش امتحان ولا فيش نجاح ولا بتاع. يوم ما دام يعرف ان الحكايه دي ما فيش فيها لا اختبار ولا اي حاجه، يعمل ايه؟ ويطلع من المدرسة واخد كتبه ويروح يقعد في المدرسة يتحدث ويتكلم وبتاع. لو كان عارف ان في اختبار بقى كان ما عملش كده. ام هم ظنوا ان الرسالات والمناهج دي مسألة ما فيش فيها ايه اختبار، نعمل ولا ما نعملش، دي مسألة سهلة خلاص كده. ام لما عرفوا كده عموا وصموا. الولد اللي فاهم ان ابوه وداه المدرسة عشان يمنع مشاغبته في البيت ويريح دماغ امه منه، وبس حتى يقعد فيها كده، لا بيذاكر لا بيسمع للمدرس ولا بيقرا خلاص. هم رخمين، فيهم ان الرسالات جايه ايه؟ جايه كده شغلة لعب كده. فعموا وصموا. احنا قلنا ان وسائل ادراك النفس البشرية ايه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تجي لكم معلومات زيادة بقى تقوموا تشكروا ربنا عليه. تبقى وسائل الإدراك إيه دلوقتي؟ سمع وبصر. طب السمع إن هو الأداة أم قال لك لا؟ لأن اللي بتشوفه عينك واللي بتسمعه ودنك. اللي رقعته أوسع، اللي بتشوفه ولا اللي بتسمعه؟ اللي بتشوفه ده تجربة، تجربتك انت، انما اللي بتسمعه تجربة كل غير لك. يبقى انهي اللي واسعه؟ السمع. ولذلك افتكرم ان احنا قلنا ان السمع وسيلة الادراك، وهي التي توجد اولا في الانسان حين الولد. اول حاجة تتوجد ايه؟ السمع. تيجي لما الولد يتولد، لو جبت صبعك عند عينه كده ما يرمش لانه مش شايف حاجه لسه، يقعد بقى لحد يمكن 10 ايام مثلا وبعدين يبقى يشوف. انما تعالى صوت في ريح ودنه انفعل، يبقى اكن حاسه السمع هي اللي ايه خلاص. ولذلك انشاكم وجعل لكم السمع يجيبها الاول، وبعدين الابصار، وبعدين الافئده والعقول والبتاع دي تيجي ايه بعدين. طيب فعموا وصموا. الأول بيسألهم عن التجربة الشخصية فيهم، لأن يسمع عن الغير بقى، لكن اللي بتشوفه أنت. فعموا أي في الأمور اللي متعلقة بهم ما شافوهاش، لم ينظروا في آيات الكون، ولم يسمعوا البشير ولا النذير ولا المنهج من الله ويقعدوا يتفقوا. يبقى أول حاجة عاتبهم على إيه؟ على ما يتعلق برؤياهم هم. انما الاذن دي بتسمع من الغير، تسمع من مين؟ فالاول خد عليهم انهم ما استعملوش ايه؟ الاله اللازمه بتاعت عينيه، وبعدين صم. طب افرض انه ما شافش ولا نظر الى ايات الكون، وبعدين الرسول جه قال يا اخي انظروا، انظروا في كون الله، اعتبروا، بص شوف كده العالم ايه. الله بعد ما يقول له، الاول كان غافل بايه؟ ما شافش. طب حتى لما نبه برضه ما يشوفش. يبقى فعموا وصموا منطقية ولا لا؟ منطقية. فعموا وصموا. وبعد ذلك قبل الله منهم، عموا وصموا. ولما ربنا نجاهم مثلا من فرعون وفلق لهم البحر ومشوا، بمجرد ما طلعوا من البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا له احنا عايزين إله كما لهم آلهة. وبعدين قال اقتلوا أنفسكم وتوبوا، وقبل توبتهم، يعملوا كل ذنب وبعدين ربنا إيه؟ يتوب عليهم. فعموا وصموا، وبعدين تاب الله عليهم. احنا قلنا إن التوبة فتح مجال للنفس السوية لتنطلق في الخير من جديد.
لأن لو ما ربنا كان اللي أذنب ذنب ما يتوبش عليه ماذا يكون موقفه؟ يتمادى ويبقى فائد زي ما بيقولوا. فكونه بيقبل توبته ها يبقى معناه إيه؟ إنه بده يحمي المجتمع من شره. فتوب التوبة دي مراحل، يشرع الله التوبة خلاص علشان عبيده يتوبوا، وبعدين هو يقبل التوبة. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ الأول أنت لا تتوب إلا إذا كان الله قد شرع لك التوبة. يبقى أول حاجة يشرعها ولا ما يشرعها شيء؟ فلما يشرعها تعملها أنت، ولما تعملها يقبلها ولا ما يقبلها شيء؟ أدي معنى ثم تاب الله عليهم ليتوب. تاب الله عليهم يعني إيه؟ طب ده هو مش هيتوب عليهم التوبة القبول إلا بعدين. يبقى تاب الله عليهم يعني شرع لهم أن يتوب ليتوبوا وبعدين يتوب عليهم. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث مرات. فهم عموا وصموا، لطف الله به ولطف الله بالخلق منهم فقبل إيه؟ وبعدين إيه اللي حصل تاني؟ عموا وصموا تاني ثم تاب الله عليه ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. عموا وصموا. طب عموا احنا بنقول مثلا يعني الفعل عمي ومسند الى مين؟ الى جماعة. عموا زي اكلوا زي شربوا زي حضروا مش كده؟ طيب يبقى الفعل فين؟ مش الواو ده بتاع الجماعة اللي معانا دي؟ اكلوا أكل والواو الجماعة هي الفاعل. طب مول كثير منهم تيجي تعمل ايه هنا بقى؟ عموا وصموا. عموا وصموا كأن قائلا قال انت يا إلهي كل مرة تقول أكثرهم فاسقون يبقى فيه ناس برضو ايه؟ يبقى لما يقول عموا وصموا واسكت يبقى كأنهم كلهم، يبقى قضية الاحتمال اللي كانت موجودة في كثير من الأشياء أكثرهم ويبقى الأقل كويس انتنسخت هنا ولا ما انتسختش؟ لو قال العام تاب عليهم ثم عموا وصموا يبقى معناها ايه؟ انهم كلهم. طب كلهم ده انت لسه بتقول ان كثير منهم ومش عارف ايه ولا ام قال لك يبقى اذا كلمة كثير جاءت مع ان الواو تغني عنها، انما تقول له جاءت لحكمة. فعموا وصموا تقول له لكن يا رب انت كنت بتقول لنا ان فيه بعضهم يعني كويس، فهل هم كلهم عموا وصموا؟ فكأن كثير منهم جاءت جوابا لسؤال قد يسأله السائل. عموا وصموا هي تقول ايه؟ أكلهم؟ تقول كثير منهم. ليه كلهم جت من دي؟ لأن الله استثنى كثير القليل، فتيجي تقول له دي هتنسخ القلة اللي انت قلتها زمان اللي أكثرهم فاسقون، يبقى بعضهم مش كده بعضهم كويس، لكن عموا وصموا دي تبقى ايه؟ كلهم. فكأن سائلة كلمة كثير دي جت عشان نتنبه إلى أن الحق سبحانه وتعالى ساعة ما قال حاجة مش نسي إنه خلاص. فقال عموا وصموا كأن سائلا سأل قال أهم كلهم؟ قال لك لا كثير منهم. وتبقى الآن منسجم ولا لا؟ دي بقى ابن مالك لما جه قعد القعدة دي في يعني لغة كده يسموها لغة، ولو تضحكوا شوية اسمها لغة أكلون البراغيس. هي يصول أكلان الإيه؟ البراغيس. ما يجيبش الواو فاعل والبراغيس برضو فاعل، الاثنين يبقوا فاعل. ما ينفعش لما تسند الفعل إلى اثنين أو إلى إيه؟ جماعة. جرد الفعل من علامة التثنية وعلامة الجمع، ما تقولش قام زيد وعمر، والقام زيد وعمر. قاموا المحمدون او قاموا التلاميذ، نقول له هات واحده منهم، ما تجمعش الاثنين، لان المدلول الواو هو مدلول مين؟ هو مدلول التلاميذ. فبيسموها لغه اكلون الايه؟ البر. اهي دي جايه على لغه اكلون الايه؟ ولذلك قال وجرد الفعل اي من علامه التثنيه والجمع اذا ما اسند لاثنين او جمع كفاز الشهداء. وقد يقال ساعدا وساعد، والفعل للظاهر بعد مسنده، ويسموها لغة أكلون البراغيث. مفهوم الكلام ده؟ نعم.
فعموا وصموا كثير منهم. ما تقولش بقى ان دي جت على لغه اكلون البرامج زي ما بيقولوا السطحيين. قولوا لا، ده جاي لمعنى، هذا المعنى ان كثير منهم صححت كل الايات اللي بيقول اكثرهم ايه فاسق. فعموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. بصير غير عليم، ده بصير دي يعني مشاهد وليس مع العين اي، مش كده ولا ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. اظن المساله دي احنا يعني قتلناها بحثا في كثير، يعني قلنا فيها كل ما. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، في ثلاث ايات تتعرض لهذه المساله. كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ادي واحد. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، ادي ايه ثانيه. قد كفر الذين قال المسيح وامه الهين. الله، يبقى اذا الخلاف في المساله جاي على ثلاث صور. طائفه تقول المسيح هو الله، طائفة تقول لا المسيح وهي اتنين تانيين وتلاتة مكونين شركة وعاملين هذا. الثانية الأم هو وأمه إلهي، خلاص كل واحدة لها رد. الرد ده يجي ازاي؟ قال لك الرد بيجي من أبسط شيء تشاهده في الوجود للكائن الحي. الإنسان زي ما قلنا سيد الكون، سيد الكون اللي أدنى منه بيخدمه وهو محتاج إليه. الإنسان يحتاج الحيوان عشان منافعه، ويحتاج النبات عشان منافعه، ويحتاج الجماد عشان إيه منافعه، خلاص. يبقى السيد ده لما يكون محتاج للي أدنى منه، ما هو مدام سيد وخادم ومخدوم يبقى الباقي أقل مني بيخدمني. فالحق سبحانه وتعالى لما جه يرد في المسألة على الاثنين على بدليل يشمل سيدنا المسيح وستنا مريم الاثنين، قال كانا يأكلان الطعام. شوف بقى كلمة كانا يأكلان الطعام، استدلال من أوضح الأدلة، لا للفيلسوف ولكن لكل المستويات. مدام بيأكلوا الطعام يبقوا احتاجوا إلى أدنى منهم، والذي يحتاج إلى أدنى منه لا يكون أعلى مما يكون موجود.